الأهلي قفل خلاص، يعني خلاص صفحة الفرحة والتتويجات، ويعني إن شاء الله نحقق الخماسية كمان، ولسه دايما بنقول إن المشوار صعب، وعندنا موسم خلاص هيبدأ يوم الأحد اللي جاي، ومباراة بكرة طبعا، والأهلي يوم الأحد مع مصر المقاصة، عندنا مباراة مهمة جدا أمام مصر المقاصة. شايف أولى المواجهات، مواجهات الأهلي في الموسم الجديد هتبقى مختلفة إزاي؟ الموسم بشكل عام كابتن رمزي شايفه إزاي؟ يعني توقعاتك ايه للموسم الجديد؟ يعني طبعا بص، هو موسم صعب لانه في زي ما بيقولوا انديه صعدت، تدعيمات بشكل كبير، انديه بتمتلك بيسموها ايه، موارد جيده، معاهم فلوس يعني بالبلد يعني معاهم فلوس، فبالتالي جابوا صفقات مهمه وصفقات كبيره. الاهلي اكيد ضم صفقات كبيره، الصفقات دي لازم تعمل تغيير، ولازم هيبدا واحده واحده يدخل الصفقات دي في الفريق، وتدخل تبقى تكمل النواقص اللي موجوده في النادي الاهلي. اكيد في لجنه تخطيط في النادي الاهلي، ومدير فني اختار النواقص ونقاط الضعف اللي موجوده والمراكز اللي محتاجه تدعيم. دخل كم عنصر مهم جدا ان هم يادوا، بدر بنون يمكن بيعرف يلعب برجليه كويس، الحته دي مطلوبه في النادي الاهلي، النادي الاهلي متعود يبني الهجمات من تحت وبيبني. شفت ده في مباراه طلائع الجيش، يعني انت كمان حارس مرمى، ودايما حارس المرمى انت هم دول الاثنين اللي قدامك. قيمت بدري بنون ازاي في المباراه ديت كسردباك او صفقه للنادي الاهلي؟ لا بص، هو كان هادي بصراحه وبينقل الكوره من تحت، وبتستفيد منه في الكرات العاليه سواء عليك او ليك، فهو وجوده ايجابي. محتاج ان هو يتاقلم زياده مع الفرقه، لما يتاقلم زياده هيظهر بشكل افضل. حلو قوي لما بتلاقي مدافع شرس وفي نفس الوقت هادي لعيب كوره، فاهم؟ وخصوصا ان دلوقتي بقيت يعني بعد قانون اللي هو تلعب الكوره جوه ال 18، بقيت انت مهم محتاج جدا. طبعا فانت بقيت محتاج، مهم جدا ان انت تنقل الكوره من تحت. فالخروج من الكوره من المدافعين، لما يكون عندك مدافعين بيلعبوا بكوره بشكل حلو، بيفيدك في نقل الهجمه اسرع وبيطلع بشكل افضل. طبعا وطبيعه لعب الاهلي فرقه كوره، يعني بتنقل كوره، فده موجود عنصر مهم في الموضوع ده. طبعا هيبدا يدخل دلوقتي بيكام، هيبدا يدخل طاهر، هيبدا يدخل صلاح محسن، ليه فرصه كبيره. انا سمعت انه مروان مصاب، فليه فرصه كبيره ان هو يظهر ويقدم نفسه وشخصيته. يمكن كان في البدايه جيب بضغط كبير عليه، ضغط لانه جاي بمبلغ كبير، كان في البدايه انتقاله من انبي حط عليه ضغط كبير. دلوقتي اتصور ان هو اتحرر من الضغط ده وبدا يقدم نفسه، اتمنى ان هو يعني يكون اضافه للنادي الاهلي باذن الله. اكيد النادي الاهلي قفل برضه صفحه الكاس وبيفكر بدايه دوري جديده، رغم كل يعني بنتمنى ان المنافسه تكون جامده، لكن ده لصالح النادي الاهلي. كل ما المنافسه بقت قويه في الدوري المصري، والمؤشرات كلها بتشير انه يعني ما بقاش في زي زمان فرق ضعيفه. يعني دلوقتي سوق المال بتحكم في الموضوع، ففي ضخ اموال كتيره في الدوري المصري، كل الفرق دعمت بصفقات وبارقام كبيره، حتى الفرق الصاعده. يعني النهارده كنا بنتكلم على السيراميكا، زي ما الانديه اللي صعدت انديه معاها فلوس، فبالتالي جابت تدعيمات واسماء مؤثره واسماء خبره في الدوري المصري، فدي كل فريق طبعا عايز ينافس وعايز، لكن يبقى الاهلي هو الاهلي.